بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف السؤال بيقول ايه. بيقول لي قام طالب بوضع 8 عملات معدنية على سطح أفقي كما هو موضح في الشكل اللي قدامي، وكان وزن كل عملة 8 من 100 نيوتن، ومساحة وجه كل منها 5.3 × 10^2 متر تربيع، فإن الضغط الذي تؤثر به العملات المعدنية على السطح يساوي ايه من الاختيارات الثلاثة؟ احنا عايزين نشوف الضغط متأثر بيه العملات دي. العملات دي هي 8 عملات موضوعة على سطح أفقي بالشكل قدامي، وزن كل عملة 8 من 100. يبقى المعطيات عندي هنا كالتالي. أنا عندي هنا هي عددها ال n بتاعها بيساوي 8، الوزن بتاعها بيساوي 8 من 100 نيوتن، مساحة الوجه بتاعها بيساوي 5.3 × 10^4 متر تربيع. عايز الضغط، انا اعرف ان الضغط عبارة عن قوة على مساحة، هي موضوعة في الشكل الافقي اللي قدامي دي، كلها 8 فوق بعض. معنى ذلك ان الضغط بتاعها اللي هو قوة الوزن هينضرب في عددها، يبقى عندي 8 × 8 على المساحة، عندي اللي هي 5.3 × 10^4 بالشكل ده كده. هحسبها اشوف بتساوي كام. عندي تمانية في 8 من 100 على 5.3 × 10^4. يطلع 1.21 × 10^3، يطلع 1.21 × 10^3 باسكال. يبقى الاختيار عندي الاختيار نمرة ألف. تمام. المسألة اللي بعدها بيقول لي إذا قام الطالب بتوزيع هذه العملات المعدنية على السطح كما هو بالشكل، أنا عن الشكل اللي قدامي ده، شكل المسطح كلها جنب بعضها، إذا كانت بالوضع دي، بالوضع اللي بالشكل اللي قدامي، تمام، فإن القوة الكلية والضغط الكلي اللذان يؤثران تؤثر بها العملات على السطح. من اختيارات الجدول اللي عندي، القوة بتظل ثابتة ولا بتظل والضغط يزداد، أو بتظل ثابتة والضغط يقل، أو تقل ويزداد، أو تقل ولا يتغير. أولا القوة عندي بتظل ثابتة، لأن عندي هنا قوة الوزن مش هيتغير، وبالتالي قوة الوزن نفسها مش هتتغير. أنا أدور في الاتنين الأولانيين، القوة بتظل ثابتة، هترى الضغط هيزداد ولا يقل. أنا عندي لما اتحطوا بهذا الوضع عملوا مساحة أكبر على الأرض، وبالتالي هيقل الضغط، يبقى أنا أختار نمرة ب. أختار نمرة المسألة اللي بعدها اللي هي رقم 19، بيقول لي الشكل المقابل اللي عندي ده عبارة عن متوازي مستطيلات بالشكل اللي قدامي ده، ده متوازي مستطيلات. تمام. متوازي المستطيلات له أبعاد 10 و5 و20، ارتفاعه كده 20، سمكه 5، هنا 10 سنتي العرض بتاعه، دي أبعاد متوازي المستطيلات. فأثر بضغط بي على السطح، فما مقدار التغير في ضغطه على السطح عندما تكون أبعاده بالشكل ده؟ 20 × 10 20 × 10، يعني يكون موضوع على السطح الجانبي ده، السطح العريض، 20 × 10 يعني موضوع بهذا الشكل. يعني موضوع بالشكل ده. أنا
السطح بتاع العريض طوله ده 20 سنتيمتر، تمام، والعرض ده 10 سنتيمتر، والسمك ده 5 سنتيمتر. هو عايز يشوف ايه؟ عايز الضغط، مقدار التغير في ضغطه اذا وضع على السطح ابعاده 20 و10 سنتي. الضغط عبارة عن قوة، سوري، الضغط عبارة عن قوة على مساحة. هل هو عطيني ايه بقى المعطيات هنا؟ هو عطيني الابعاد بتاعه وعطيني المساحة. موضوع على سطح افقي كانت ابعاده كذا، فأثر على السطح فابعاده هيزداد بمقدار قد ايه الضغط. انا عندي الضغط هنا، عبارة عن قوة على مساحة. أقول له يساوي القوة اللي عندي على المساحة اللي هي 20 في 10 مساحة الوجه، وما انساش اضرب في 10، أس سالب هنا 4. انا عندي المساله اللي قدامي، المتوازي المستطيلات موضوع بهذا الشكل وابعاده 5 و10 وهنا 20، اثر في الوضع اللي هو متوضح عندي في الرسم بضغط مقداره، فهو عايز التغير في الضغط بعد وضعه على هذا الوجه، يعني بالشكل ده كده. ادي عندي متوازي المستطيلات بالشكل ده. هو كان الأول موضوع كده، كان موضوع بشكل رأسي، ثم بعد ذلك وضعه بشكل أفقي كده. لو هنا 20 سنتيمتر وهنا 10 سنتيمتر وهنا 5، وكان موضوع الأول بشكل رأسي، يعني كان موضوع بالشكل ده كده كده، موضوع بالشكل ده كده. نحس ان البعد، ان الابعاد الصغيرة اللي هو 5 و10 هي الشكل ده، وال20 هو كده. عايز يقارن، بيقول لي لما كان في الوضع ده اللي هو بتاع مرسوم عندي او متوضح بالرسم عندي، كان الضغط بتاعه بيه، معنى ذلك ان الضغط عندي بيساوي القوة على المساحة. القوة عندي كانت بتساوي قوة، هي مش معطاة. المساحة عندي عبارة عن ايه؟ مساحة السطح المرتكز على الارض، لو هنقول له 5 في 10، ادي 5 في 10 هي الابعاد بتاعة السطح، وما انساش اضرب هنا في 10 اس سالب 4 عشان احول هنا من سنتيمتر للمتر. ده الضغط في الحالة دي. طب الضغط في الحالة اللي فوق، ضغط في الحالة اللي فوق هي عبارة عن نفس القوة، هتأثر على مساحة مختلفة. ايه هي المساحة المختلفة؟ انا عندي قوة هنزل بالاف زي ما هي، والمساحة اللي هي مساحة القاعدة دي 20 في 10، منساش اضرب في 10 اس 4 عشان احول من سنتيمتر الى متر. طيب هو عايز التغير في الضغط اللي عندي مقدار قد ايه، حصل قد ايه التغير. انا لو قلت ده مثلا الحالة الاولانية B1، قلت ان دي حالة 2، هقول له B1 على B2 هيساوي قد ايه؟ هيساوي قيمة الضغط الاول اللي هو F على 20 في 10، يبقى عندي هنا 200 في 10 اس سالب 4، المفروض دي على F على 50 في 10 اس سالب 4. هنقول له بيساوي قد الاف على 200 في 10 اس سالب 4، في هنا
اف، وفوق هنا هتبقى الخمسين في 10 أس سالب 4. طير القوة مع قوة، طير العشرة أس 4 مع 10 أس 4، صفر مع الصفر، على الخمسة في الواحد على الخمسة في 4، 4 في 5 ب 20، هيبقى بي واحد عندي على بي اتنين هتساوي كام؟ ما تساوي 1/4. الضغط ده بيمثل ايه؟ انا رمزتله بالرمز ده، وان بي اتنين كان بالوضع اللي هو الرأسي. طب ما هو الضغط هنا في الوضع الرأسي قال لي بقيمته بي، يعني اذا بي اتنين دي هشيلها احط مكانها بي، يبقى اذا الوضع اللي هو عايزه اللي هو بي واحد لما بيكون في الوضع المستعرض هيساوي ربع بي، ربع الضغط اللي كان في وضع الرأسي، يساوي ربع الضغط اللي كان في الوضع الرأسي. عوضت عن هنا بي اتنين دي، عوضنا عنها ببي، لان ده قال ان الضغط في المرحلة دي او في الجزئية دي بيساوي بي. يبقى انا هختار هنا انهي اختيار في الاختيارات دي كلها، هو بيقل ولا بيزداد؟ انا عندي هنا المفروض ان في الوضع ده هيقل بمقدار كام؟ بمقدار ربع بي، يعني هيساوي بي على 4، فين هنا يقل، قصدي يزداد بمقدار بي على 4، يزداد بمقدار بي على 4. طيب الشكل المقابل، المسألة اللي بعدها بيقول لي الشكل المقابل اللي عندي هنا بيوضح ايه؟ انا عندي هنا اسطوانة بالشكل ده معدنية ارتفاعها اكس، مساحة مقطعها ايه، موضوع على سطح مسطح افقي، اذا كانت الاسطوانة تؤثر على السطح الملامس لها بضغط مقداره بي، فان كثافة مادة الاسطوانة بتساوي كام من الاختيارات اللي تحت، مع علم ان جي عجلة جاذبية ارضية. تعالوا نشوف ايه هي المعطيات، ايه هو المطلوب، ايه اللي اقدر اعمله عشان اوصل للمطلوب بتاعي. اول حاجة ان انا عندي الاسطوانة ارتفاعها اكس، تمام، يعني الاتش اللي عندي هنا بتساوي اكس، اتش هنا بتساوي اكس، ده الارتفاع، مساحة المقطع ايه، وموضوع على سطح افقي زي ما احنا شايفين، اذا كانت الاسطوانة بتأثر على السطح الملامس لها بضغط مقداره بي، يعني الضغط عندي مقداره بي، عايز يحسب كثافة مادة الاسطوانة عندي بتساوي كام، كثافة مادة الاسطوانة. طيب انا اعرف ان الكثافة، ان الضغط عندي بيساوي ايه، بيساوي الرو في الجي في الاتش بالشكل ده كده، تمام، بس هو اعطيني مساحة واعطيني ارتفاع واعطيني قيمة الضغط واعطيني مساحة. طيب اقول له اذا البي في الاساس كانت عبارة عن قوة بتضغط على مساحة، القوة دي افكها في ام في جي على مساحة، الام من قانون الكثافة اللي هو عبارة عن الرو بتساوي ام على في، فمعنى ذلك ان الكثافة عندي ان الام بتساوي الرو في الفي، يبقى انا اقول له اذا ادي الام هشيل احط مكانها رو في اللي هي الكثافة في الحجم، واضرب في جي على المساحة في الشكل ده كده، تمام، وعايز الكثافة، اقول له اذا الكثافة اللي انت طالبها هتساوي ايه، هتساوي الضغط هنا بيساوي ده، عشان نكون واضحين، يبقى الضغط عندي هيساوي الرو في الحجم في جي على المساحة. انا عايز اجيب ايه، عايز اجيب الكثافة، يبقى اذا انا اقول له الكثافة في ترم لوحدها بتساوي ايه، اثبتها واقعدها مكانها وكل اللي حواليها ايه اعديهم الناحية التانية، الايه هتطلع هنا، يبقى اذا الضغط في المساحة على الحجم في الجي، خلي بالك اللي في المقام بيطلع البسط وفي البسط بينزل في المقام. طيب هو بيقول لي ان قيمة الضغط كان مقداره بي والمساحة كان مقدارها ايه،
انا عندي هنا ده اسطوانة، الاسطوانة دي ارتفاعها هنا اكس، تمام، ارتفاع هنا اكس، ومساحة السطح الدائري ايه، يعني انا لو ضربت الايه في الاكس اديني الحجم اللي هو ده، يبقى انا اقول له ايه في الاكس ده، كل ده كان الحجم، ودي الجيعة الجاذبية الارضية، هطير الايه مع الايه، هيطلع عندي بي على اكس في جي. تعال ندور على الاختيار ده فين، بي على اكس في جي، يبقى اختيار رقم بي. المسألة ديت مسألة 21، بتقول لي الشكل المقابل يوضح كل من مساحة قاعدة وارتفاع مجموعة من الكتل البصمتة المنتظمة موضوعة على مستوى أفقي، فإذا كانت الكتل S و Q و Z مصنوعة من نفس المادة وكثافتها مادتها نصف كثافة مادة الكتلة T، فأي كتلتين من الكتل التالية تؤثران على المستوى بنفس الضغط. عشان أحل مسألة زي دي، أنا أعرف إن الضغط عند نقطة بيساوي الرو جي اتش، تمام. طيب إذا أنا أعرف إن ال B بتساوي ال F على المساحة، تمام. الإف عبارة عن إيه؟ عن كتلة فعجلة على المساحة. من قانون الكثافة فالرو بتساوي إم على في، وبالتالي فأنا ممكن أشيل الإم وأحط مكانها رو في الفي، عوض هنا أشيل الإم وأحط مكانها الكثافة مضروبة في الحجم في الجي على المساحة. معلوماتي إن الحجم عبارة عن إيه؟ الحجم عبارة عن مساحة مضروبة في ارتفاع، وبالتالي فلما عوض أدي الكثافة وعوض عن الحجم بمساحة مضروبة في ارتفاع في الجي على المساحة، راحت المساحة مع المساحة، الضغط ساوى الرو في الجي في الاتش، تمام. يبقى إذن القانون اللي هتعمل بيه إن الضغط هيساوي الرو في الجي في الاتش. المفروض ان المادة S و Q و Z مصنوعة من نفس المادة، S و Q و Z مصنوعين من نفس المادة، وبالتالي فانا عندي المواد S و Q و Z لهم نفس الكثافة، الكثافة بتاعتهم واحدة، اللي هتختلف معاهم ال T. فانا لو افترضت ان الضغط عند ال S هيساوي كام؟ الضغط عند الاس هيساوي كثافة مادة الاس في الجي في الارتفاع اللي هو 2 اتش، الضغط عند المادة كيو اللي هتحدثه المادة كيو او المكعب كيو عندي هيساوي ايه؟ هيساوي كثافة المادة في عجلة الجاذبية في الاتش. طب الضغط عند المادة زد هتساوي الرو في الجي في الاتش بالشكل ده. طب والكثافة عند، قصدي الضغط عند المادة الأخيرة اللي هي تي، المفروض ان الكثافة عنده مختلفة، ادي رو واحد مثلا في الجي في الاتش. وبيقول لي اي المادتين هتؤثران على نفس على المستوى بنفس الضغط. انا عندي المادة تي وزد، هنشوف اول اختيار عطوهولي تي وزد، تي وزد هيأثروا هنا بنفس الضغط، هل فعلا هيأثروا بنفس الضغط؟ انا عندي اختلاف فين؟ انا عندي اختلاف في الكثافة، الكثافة هنا غير الكثافة هنا، وبالتالي هيأثر في قيمة الضغط. الكثافة عندي في التي هتختلف عن الكثافة في الاس. طب الاختيار التاني بيقول لي التي والكيو، التي والكيو برضو نفس الموضوع، المادتين مش متساويتين، وبالتالي الكثافة هنا مختلفة، وبالتالي هيكون تأثيرهم مختلف. الاختيار التالت اس وكيو، الاس والكيو نفس الكثافة، عجلة الجاذبية متساوية للأربعة وبالتالي متساوية للاتنين، عند الارتفاع هو نفس الارتفاع، اذا هما الاتنين
متساويين فهيحدثهم نفس الضغط عندي. طب والتي والاس، تي والاس مختلفين في الارتفاع، مختلفين في الكثافة، وبالتالي الضغط بتاعهم مختلف. يبقى الاختيار اللي انا هختاره ايه؟ هو اختيار جيم اس وكيو.